السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، رسالتي لأهل الخير في عمان، أهل الخير وين ما كانوا، رب أسرة تراكمت عليه الديون فصدر عليه أمر حبس، وللأسف هو يعني ما يملك حاجة علشان أنه يدفع هذا المبلغ اللي عليه. المبلغ اللي عليه الآن 4000 ريال عماني. لجنة الزكاة بولاية الخابور جزاها الله خير نزلوا هذه الحالة في التطبيق الخاصة بالزكاة، بحط لكم الرابط، بكل سهولة من أراد أن يتبرع السهم الواحد 5 ريال، تقدر تدفع 5، تقدر تدفع حتى ريال. فهمتكم بهذا الخير، الريال في الحبس، الريال في الحبس. زوجتي تتواصل معي تقول أتمنى أن زوجي يطلع، له أمنية أن يطلع لها ولعيالها، لأن خلاص يعني أول كان يلقط مني ومني العيال، الآن الريال في الحبس وعياله ما لاقين يأكلوا حتى. فالله يسعدكم ويحفظكم. بعد ما تم دراسة الحالة اتضح ان الرجال فعلا مستحق وما يملك شيء. هذا الرابط ادخلوا في تطبيق لجنة الزكاة وتبرعوا باللي تقدروا عليه. تروحون للتطبيق على طول للبرامج الإغاثية، تروحون للحالة رقم 6 فك ربع 6، على طول تروح للصدقات وتتبرع باللي تقدر عليه. على سبيل المثال 5 ريالات، حطينا 5 ريالات، يوديك مباشرة على التالي، على التالي يبين لك انك انت راح تدفع 5 ريالات، بعدين تروح لإتمام عملية الدفع الإلكتروني.